إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن مما يجب على العبد في طريقه إلى ربه جل وعلا أن يجمع بين تحصيل الحسنات وتكفير السيئات. وكنا ذكرنا في الجمعة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جمع فيه ذكر الكفارات والدرجات، وأشرنا إلى أول هذه الكفارات ألا وهو الوضوء، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وفيه قول ربنا جل وعلا لنبيه وهو يعلم تعالى، قال: وما الكفارات؟ قلت: أي النبي صلى الله عليه وسلم نقل الأقدام إلى الجمعات، وجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في الكريهات. فذكرنا من هذه الكفارات الوضوء، وقد جاء في الحديث مقيدا بأمرين: أولهما إسباغ الوضوء، والمراد بالإسباغ الوضوء إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إسباغ الوضوء هو الإلقاء. ولا شك أن الإلقاء عباد الله إنما يحصل بإتمام الوضوء، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإسباغ الوضوء. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، أي قد تعجلوا، فالتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، أي أنه لم يصل إليها الماء لشدة تعجلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، وذلك بإتمامه وإتقانه وبلوغه مواضعه الشرعية، حتى يكون كما أمر الله جل وعلا، ويحدث من وراء ذلك الإلقاء. وكان من فعله عليه الصلاة والسلام أنه إذا توضأ أسبغه. روى البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: فلما جاء المزدلفة
نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. وهذا ما فهمه وفقهه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فكان يأمر بإسباغ الوضوء. روى ذلك البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فهذا هو الأمر الأول عباد الله، ألا وهو إشباغ الوضوء. وأما الأمر الثاني الذي قيد به الوضوء في هذا الحديث، أن يكون إشباغ الوضوء على الكريهات، والمراد بالكريهات أي الشيء الذي يستكره، والمراد بذلك كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أن يكون وضوء العبد على حالة تكره اللبس فيها الوضوء كالغضب والانزعاج ونزول المصائب. فاللبس عند ذلك يصيبها ما يصيبها حتى تميل إلى الجزع. فالاشتغال عن ذلك الجزع بالصبر والمبادرة إلى الوضوء يعد من كفارات الذنوب والخطايا، كما قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والوضوء مفتاح الصلاة، فمن أصابته الكريهات وبادر إلى الصلاة كان من أول ما يفعل الوضوء، فيقال عند ذلك توضأ على الكريهات. وفصلت الكريهات بالبرد الشديد كما جاء في رواية أخرى رواها الإمام أحمد، وفيها إشباغ الوضوء على السبرات. والسبرات جمع السبرة، وهي الضحوة الباردة أو شدة البرد. ولا شك أن إشباغ الوضوء في شدة البرد مما تتألم به النفس، وذلك يكفر الذنوب وإن لم يكن للإنسان فيه صنيع ولا تسبب، ومثل ذلك المرض وغيره. بل كل عمل نشأ عن طاعة الله عز وجل وعن اتباع أمره فترتب عليه الألم، كان للعبد من وراء ذلك الأجر ورفعة الدرجات. قال جل وعلا: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا غصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ومثل ذلك ألم الجوع والعطش للصائم، فإنه يجد ذلك والله جل وعلا يعطيه الثواب والأجر العظيم. فما يجده المتوضئ من ألم عند وضوئه يعد مكفرا لذنوبه، بل إن الله عز وجل يرفع له به درجاته، ولو أنه حصل له الرضا بذلك لكان يبلغ من ذلك المقام العظيم عند الله تبارك وتعالى. بل حصل له الرضا بما يجده من ألم أو مشقة الطاعة والعبادة، فإنه ترفع له درجته ويصير إلى مقام عظيم عند الله عز وجل. وإنما يحصل لك أخي المسلم الرضا بمثل هذا الألم، ومنه ما تجده عند الوضوء على الكريهات أو على السبرات. إنما يحصل لك الرضا إذا لاحظت أمورا خمسة ذكرها العلماء. أولها أن تتذكر فضل الوضوء من حطه للخطايا ورفعه للدرجات، فقد نقل كما نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله، ونقل أيضا عن بعض أهل العلم أنه قال: من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. وأما الأمر الثاني بعد أن تتذكر فضل الوضوء، فهو أن تتذكر ما أعده الله تعالى لمن عصاه من العذاب بالبرد والزبهرين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم
عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله: واشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعضي بعضا. فاذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. فان كانت شده البرد التي نجدها ونحس بها شتاء عباد الله انما هي نفس تنفست به جهنم، فكيف هو حقيقه البرد الذي هو فيها؟ ولو ان المسلم استحضر هذا المعنى فانه يعينه على الرضا بما يصيبه من الم عند الوضوء على الكريهات والصبرات. وهذه الامور بعد تذكر فضل الوضوء وتذكر البرد الذي يعذب به اهل النار فليلاحظ المسلم عظمة الله عز وجل الذي امره بالوضوء، وليطالع المسلم عظمة الله عز وجل وكبرياءه تبارك وتعالى، وعند ذلك يهون عليه الالم الذي يجده. واما رابع الامور فان تستحضر اخي المسلم ان الله عز وجل مطلع عليه، وانت تقوم بهذا العمل وتتحمل هذه المشاق وتتحمل هذا الالم في سبيل الله تبارك وتعالى، فلا شك انك عند ذلك يهون عليك الالم. وكون العبد يستحضر اطلاع الله عز وجل عليه فان ذلك مما يقويه على العباده واتمامها. يدل على ذلك قول ربنا جل وعلا: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، وقوله جل وعلا: قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. ويظهر ذلك او يبان عند هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في بيان معنى الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فاستحضار اطلاع الله عز وجل على العبد وهو يعمل الطاعة ويتحمل الألم والمشر لا شك أنه يعظم له الأجر، كما يدل عليه حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، أي أنه يعالج نفسه ويتحمل ما يتحمل ليحمل نفسه على أن تتطهر لله تعالى. قال: وعليه عقدة، فيتوضأ فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح برأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له، أي أنه جل وعلا يعطي العبد ما سأله بعد أن يعالج نفسه على الطهارة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وخامس الأمور التي ينبغي أن تلاحظ حتى ترضى بما تتحمل أو بما يترتب عليك من الطاعة: أن تستغرق في محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله تعالى. فمن امتلأ القلب بمحبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله تبارك وتعالى إلا سارع في طاعة الله عز وجل. قال ربنا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا امتلأ القلب بمحبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله تعالى فلا شك أنه يهون عليه الألم الذي يجده
كما قال القائل: فما الجرح إذا أرضاكم ألم؟ وكما قال الآخر: في حبكم يهون ما قد ألقى، ما يسعد بالنعيم من لا يشقى. ولو أن العبد عباد الله جمع هذه الأمور الخمسة من تذكر فضل الوضوء وثوابه، وتذكر ما أعده الله في جهنم من الزمهرير لأهلها، واستحضر عظمة الله تعالى، واستحضر اطلاع الله عز وجل عليه، واستغرق في محبة الله تعالى ومحبة طاعته وما يحبه تبارك وتعالى، فإنه يجد الرضا بطاعة الله عز وجل، ويجد الرضا بما يراه أو يحسه من الألم وهو يقوم بطاعة الله تبارك وتعالى. ولربما يسر الله عز وجل عليه الأمر حتى يصير كأنه لا يحس بشيء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فقد جاء في هذا الحديث ذكر ثلاث كفارات، سبق ذكر واحدة منها ألا وهي الوضوء على الكريهات. ومن هذه الكفارات أيضا ما جاء في الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: نقل الأقدام إلى الجمعات. وجاء في رواية أخرى: المشي على الأقدام إلى الجماعات. وخاصة إذا توضأ العبد في بيته، إذا توضأ المسلم في بيته ثم أتى إلى المسجد، فإن ذلك أولى وأدعى لتكفير السيئات ورفع الدرجات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. لا ولا يزال أحدكم في صلاة بل تضر الصلاة. ونحو ذلك جاء في أحاديث كثيرة عن كثير من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، مما يدل على اهتمامهم وشدة اهتمامهم بهذا الأمر، بل ويدل أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم قد ذكره للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في غير موضع وفي غير وقت وفي غير حالة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن نقل الأقدام إلى الجمعات له مزيد فضل، لا سيما إن كان بعد الاغتسال، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أبو داود. وكان أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه يغسل رأسه ثم يغتسل أي سائر جسمه ثم يذكر الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا فضل عظيم،
وأجر عظيم أعده الله عز وجل لمن قام بهذا الفعل في مثل هذا اليوم، وكثير من الناس قد يضيعه. وفي حديث قال رضي الله قال عليه الصلاة والسلام نقل الأقدام، وفي ذلك الإشارة إلى أن المشي كما جاء في الحديث الآخر في قوله كان له بكل خطوة، فيه الإشارة إلى أن المشي أفضل من الركوب لمن استطاعه وقدر عليه. ولذلك فكلما كان المكان أبعد كثرت الخطى فكثرت الحسنات ورفعت الدرجات وكثر تكفير الخطايا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت دارنا نائية أي بعيدة، فأردنا أن نبيع بيوتنا ونقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة درجة. رواه الإمام مسلم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني شريمة ألا تحتسبون آثاركم، ألا تحتسبون آثاركم، أي أن ممشاكم ذهابا وإيابا هو رفع للدرجات وتكفير للسيئات، فاحتسبوا هذه الآثار وهذه الخطوات واطلبوا أجرها عند الله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدوهم، إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدوهم إليها من شاء فأبعدوهم. وفي الحديث نقل قوله عليه الصلاة والسلام نقل الأقدام كما ذكرت فيه الإشارة إلى أن المشي أفضل من الركوب. وقد كان صلى الله عليه وسلم إنما يخرج إلى الصلاة ماشيا حتى في خروجه إلى مصلى العيد عليه الصلاة والسلام. والآتي إلى المسجد عباد الله إنما هو زائر لله عز وجل، ولا شك أن الزيارة على الأقدام أقرب للخضوع والانقياد والتذلل لله عز وجل. وفي الحديث بل غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والنزل هو ما يعد للزائر عند قدومه، ودل ذلك أن القادم إلى المسجد زائر لله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا يعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قال قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، أي في الظلام وفي شدة الحر. فقال ذاك الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، وإني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وكلما شق عليك المشي إلى المسجد يا أخي المسلم كان ذلك أفضل. ولهذا فضل المشي إلى المسجد في صلاتي العشاء والصبح. قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن الحصين رضي الله تعالى بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، أي يوم تظلم على الناس فلا يستطيعون مشى ولا قدما، فإنه ينور ويضاء لكثير من الناس ومنهم الذين يمشون إلى المساجد في الظلماء. رواه أبو داود وله طرق وجاء كثير من الصحابة بما يدل أن له أصلا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة
فكأنما قام الليل كله، وإنما عظم الفضل والأجر في أداء هاتين الصلاتين، لأنهما في العادة لا يطلع الناس عليهما، وإنما يخرج إليهما المخلص لله عز وجل الذي تكفيه وتهديه رؤية ربه تعالى له. وبهذا جاء في حديث: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا هو ثاني كفارات، فهذا هو ثاني الكفارات التي تكفر بها الذنوب، مما جاء في حديث معاذ الذي ذكرناه رضي الله تعالى عنه وارضاه. والارتباط عباد الله بين إسباغ الأمور على الكريهات ونقل الأقدام إلى الجماعات والجمعات واضح جدا. فالصلاة مناجاة للعبد، مناجاة العبد لربه، فلا يصلح أن يدخل في ذلك إلا وقد تطهر وطهر أعضاءه، فيطهر ظاهره ليتجهز لتطهير باطنه حتى يجتمع له طهارة، تجتمع له طهارة الظاهر والباطن عندما يناجي ربه تعالى. وإنما شرع له المشي إلى الصلاة لما في نقل الأقدام من تكفير الخطايا، فلو أن العبد بعد وضوئه بقي شيء من ذنوبه فإنه تحتها له وتمسحها له خطواته التي ينقلها إلى المساجد. ومتى اجتهد العبد على تكبير طهارته ومشيه إلى المسجد فإن لم يقوى ذلك على تكفير الخطايا فإن الصلاة تكملها وتكفرها، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما إلقاء الوضوء وكان على تمامه فكفر له الخطايا، فلا شك أنه عند ذلك يكون مشيه وصلاته نافلة وزيادة في الأجر والثواب، وذاك معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، لأن الوضوء قد كفر الخطايا، فبقيت الصلاة والمشي تزيد له في درجاته. وقوله صلى الله عليه وسلم هاهنا من توضأ هكذا إشارة، فيه الإشارة أن من أسباب سلامة الوضوء لتكفير الخطايا أن يكون مثل وضوئه صلى الله عليه وسلم، فيلزم المسلم والمسلمة التعرف على صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام كما نقله الصحابة الكرام، وذلك مبثوث وموجود في كتب السنة كالصحاح والسنن حيث يذكرون أبوابا في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. فانظر أخي المسلم إلى هذه الأسباب التي يتيحها رب العباد تبارك وتعالى، يتيحها لنا لتكفير الخطايا والسيئات ومحو الذنوب أيضا، فليحرص عليها المسلم، فليحرص عليها لعله أن يحظى منها بشيء قبل الموت، فيلقى الله جل وعلا طاهر الظاهر والباطن، إذ لا يصلح لقربه عز وجل إلا من طهر ظاهره وباطنه. فاسأل تطهير ظاهرك وباطنك لتتقرب من ربك وتصلح لمناجاته ومجاورته
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم عباد الله هو الذي ليس فيه غير محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله تعالى، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما جاء في الحديث. والله تبارك وتعالى نسأل أن يعمنا جميعا بعفوه ومغفرته، وأن يوفقنا للقيام بهذه الكفارة وهذه الدرجات، فيكفر عنا سيئاتنا ويمحو عنا خطايانا ويرفع لنا من درجاتنا، إنه سميع مجيب. كما نسأله تبارك وتعالى أن يسقينا وأن يغيثنا، فاللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا عاجلا غير آجل، اللهم اسقنا غيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم على بطون على الأودية وبطون الأودية وعلى الآكام والضراب يا رب العالمين. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.